نحن نقود الاقتصاد بقرارات سياسية، والسياسة هي التي تسير حملة معالجة الفقر، وليس الاقتصاد الذي يجب أن يبنى أساساً على عدالة التوزيع وعلى عدالة توزيع الرفاه في المجتمع. عندما تفاقم الفقر وجاءت حكومة جديدة، تجد أن من واجبها معالجة الاضطرابات السياسية بتقليل الفوارق المادية الكبيرة والهائلة، وتقليل حالة الجوع خوفا من ثورة الجياع. وليس من أجل، أنا لا أدخل في نوايا السيد السوداني، ربما نواياه إنسانية، ولكن نحن نعالج حالة أم علي وهي حالة إنسانية يجب معالجتها قبل أن يهنأ للمسؤول أن يبتلع الزاد ويهنأ به. يجب أن يفكر بهؤلاء، ولكن ليس بكارثة أخرى. يعني نحن الآن نتوسع في تعيينات جديدة، نتوسع في موضوع الرعاية الاجتماعية وتخصيصها، ربما كما أشار أخي العزيز دكتور أحمد إلى أن تخصيصات الموازنة قد تتجاوز 60 تريليون. يعني ماذا إذا انخفضت أسعار النفط ونحن أمام ركود اقتصادي يهدد الاقتصاد العالمي؟ يعني ماذا إذا انخفضت أسعار النفط إلى مستوى 20 دولار؟ يعني الكارثة ستكون هائلة وكبيرة جدا. المفروض الآن أي محاولة لتقليل الفوارق بين أبناء الشعب وأي محاولة لإزالة الفقر يجب أن تكون من خلال توزيع الرفاه بشكل عادل. لا يجب أن تكون هنالك ناس مرفهين وناس فقراء. أنا أقصد إعادة توزيع الدخل، يجب أن يكون هو المصدر الأساس لمعالجة انخفاض مستويات معيشة الناس وازدياد وارتفاع خط الفقر وشموله لأعداد متزايدة من المجتمع العراقي. إذا لم نعالج الموضوع بطريقة زيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة إيرادات الدولة المتأتية من القطاعات الأخرى غير النفط الخام، فإننا سنقع في كارثة أشد مما كنا قد وقعنا بها فترة نهاية العام 20، عندما بدأ هنالك تهديد بقطع حتى رواتب الموظفين. حينها سنصل إلى جحيم من الثورة وإلى حالة غير معقولة وغير مقبولة إطلاقا لعراق قد يصبح بعداد. قمعي دكتور شماع، أذهب إلى ضيفي سيد المنصوري.